سرا. ليس تماما. ماذا يوجد هنا؟ أنا. أنت لست هي حقا؟ لا، أنا مجرد واحد. أنا فكرت شيئا تماما كما أنت. نعم، كان صحيح. هل تريدين أن تعرفي من أنت حقا؟ حدث ذلك منذ زمن طويل. كنت تريدين بشدة أن تكوني قوية، وأردت أن تكبري بسرعة وتتخلصي من كل ما يجعلك ضعيفة، لذلك لن تضطري أبدا إلى التراجع، لذا لا أحد يستطيع أن يجعلك تبكي. لقد أغلقت قلبك بعيد. هل تتذكري ما حاولت فعله؟ لقد حاولت قتلك.